الوسيم العالمي جين نشر صورة على حسابه على انستغرام واللي أثارت بلبلة على السوشيال ميديا بسبب نحافة رجليه يعني قدميه، وهذا الشيء شكل خوف وقلق الأرمي عليه وعلى صحته. ففعلا انصدموا الأرمي وكانوا جدا قلقين من نحافة أرجل جين بعد ما شاهدوا صورته على انستغرام، وانتشر سؤال بكل مكان: لماذا ساقي جين نحيفتين بهذا الشكل؟ على الرغم من انه لما تشاهدوا الصورة ما رح تلاحظوا ولا شيء، لكن اذا ركزتوا على منظر سيقانه من داخل البنطال رح تلاحظوا مدى نحافة سيقانه. وهو اعترف انه عم بيتبع نظام غذائي صارم، ومن المحتمل انه فقد شهيته للأكل، فشي كثير طبيعي انه هم بعد يفقد وزنه. موسيقى